في المرحلة. شو وقت بلشت ترسم؟ يعني قد تستغرب إذا قلت لك أنه بالكلية تقريبا بديت أرسم. أها. رغم أنه كانت هاي الفترة كلها فترة مشاهدة ومعاينة للأعمال الفنية، بالإضافة للمكتبة اللي كانت عندنا في البيت هي عبارة عن مصادر، يعني جلب الوالد كان في كل سفرة من سفراته إلى خارج العراق يجلب معه مجموعة من المصورات والمصادر اللي تعنى بالفن، فكانت فترة بحث وفترة اكتناز للصور، الذاكرة البصرية، أنه الأعمال الفنية كيف تتنوع أساليبها بين كلاسيكية وبين. لكن دكتور مراهقتك وين قضيتها؟ هاي المراهقة يعني قضيتها بين الرسم وبين الموسيقى. لا يعني ما أنت قلت رسمت بعدين. نعم. بالموسيقى جربت تعزف آلة أو كذا؟ أي أكيد. أه. يعني كان اهتمام الأول قبل الرسم هو الموسيقى. طيب. ومن حسن حظي إنه كان في طريقي إلى المدرسة كان يوجد دار الثقافة والفنون. زين. هذا كنت يعني أقضي معظم وقتي يعني بعد الدراسة بعد عودتي من المدرسة لازم يعني أمر إلى هذا المكان، وكثير من أصدقائي كانوا يزورون هذا المكان بين الموسيقى وبين الرسم بين النشاطات الثقافية والأدبية بين الصناعات الحرفية. ففترة المراهقة هذه كلها كانت مشحونة بالمشاهدات، ولكن الاهتمام كان العملي والتطبيقي كان في الموسيقى. طيب يعني الدراسة الأكاديمية فيما بعد هي اللي سحبتك وخلتك ترجع ترسم. الدراسة الأكاديمية يعني تقدر تقول مرحلة يعني تكوين أو نضج للذائقة بدون أنه يكون تطبيق للعمل الفني. طيب. بدون ممارسة. الممارسة كانت على مستوى جدا بسيط، يعني ألوان مائية ألوان التخطيطات بسيطة، ولكن كدراسة أكاديمية فترة الكلية تحديداً